قبل أن تمتد لها أياد العبث. كانت عامرة بالزوار وتعجبهم من وقت إلى آخر، ومن مناسبة أو إجازة إلى أخرى. الحدائق العامة بالمكلا هكذا يبدو حالها اليوم، خاوية من زوارها يستوطنها العبث والإهمال، وتبسط الكلاب الضالة سيطرتها عليها، وتعكس استراحاتها ومقاعدها إهمالا وهدرا طالها بعيدا عن أي وازع أو مسؤولية. حجم العبث لم يتوقف عند حد العبث بمقاعد وملاهي الحدائق وأشجارها، بل تعدى ذلك إلى عملية النهب لبعض المقاعد ومتعلقات ومحتويات الحدائق، في ظل غياب السلطات والجهات ذات العلاقة عن القيام بمسؤولياتها تجاه العبث الذي ظل قائما طيلة السنوات الماضية. الحدائق هذه موجودة، الحدائق موجودة بس الاهتمام ما في. وقبل فترة كان استغلوها ناس كحدائق متنزهات للأطفال، واليوم بدت تتهالك معاشي حدائق. والآن الجهد اللي داتي من المواطنين أصحاب البيوت هم الذين يحافظون على الحدائق هذه والمنتزهات. أولا هناك حدائق في المكلا، لكن حدائق مهملة من قبل السلطة المحلية. يجب على السلطة المحلية أن تهتم بهذه الحدائق لأنها وجه لهذه المدينة، يمكن أن تستغلها في السياحة مثلا، ويمكن أن تستغل في الترفيه عن الأهالي في مدينة المكلا، لكن للأسف لا يوجد أي اهتمام، وحدائق شبه مهملة إلا من قبل المواطنين الذين يقومون بترميم هذه الحدائق، لكن لا يمكن لهم أن يفعلوا شيئا. يجب على السلطة المحلية التحرك في هذا الأمر، وعليهم أن يقوموا بإعادة تأهيل هذه الحدائق لأنها كما قلت وجه ومنظر جميل لمدينة المكلا، فالسياح الذين يأتون من أماكن مختلفة عندما يدخلون إلى مدينة المكلا. وإلى جانب ما حدث لمختلف حدائق عروس البحر الأحمر من تعد وسلوكيات غريبة وشائنة، فإن عمليات الإهمال في الاهتمام بأشجار واستراحات الحديقة هي الأخرى صورة تعكس جانبا من هذا الإهمال الذي طال المتنزهات والمتنفسات العامة. ومثلما كانت هذه الحدائق الحكومية والعامة متاحة لمعظم الناس مجانا وبأسعار رمزية، فإنها كانت تمثل تجمعات ومصدر دخل للعديد من الأسر من أصحاب المشاريع الصغيرة. لكنها اليوم غدت لا متنزهات ولا أماكن عيش، بل حدائق مغلقة ومقفرة. وفي ظل وضع مزر كهذا لم تعد هذه الحدائق وجهات لسكان المكلا أو للقادمين من خارجها كما كانت في السابق، بل صار الأهالي يكتفون بالمرور من أمامها إلى أماكن ووجهات ريفية بديلة، بل أضحت جالبة للكآبة والحسرة والضجر. إهمال وإنعدام مسؤولية تسبب بكل هذا العبث لهذه الحدائق، غير أن مسؤولية الجهات الرسمية تظل هي المسؤولة بدرجة كبيرة عما حدث، وستظل مسؤوليتها قائمة حتى إعادة الحياة والزخم لهذه الحدائق والمتنفسات من جديد. عماد العامري لقناة سهيل من مدينة المكلا.